شباب السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح ناخذ من الأسئلة الوزارية المهمة للصف الثالث، تبدي من أول متوسطية عند قطعة خارجية إلى صف سادس إعدادي. طبعا الثالث متوسط راح يجي عليها فرعين جدا مهمة، فرعين، الفرع الأول A والفرع الثاني B. الA عليه 10 درجات والB هو عبارة عن سؤال وجواب، سؤال ينطيك إياه، سألك سؤال وتجاوب من ضمن القطع الخارجية. البي عبارة عن true false، يعني صح وخطأ تجاوبها. شلون تجاوب؟ لو true لو false حسب همي الموجود بالقطع الخارجية. أول ما أجي عندنا ملاحظات جدا مهمة، واضح شباب؟ راح أصعد الملزمة ونقرأ الملاحظات ونروح وين على الأسئلة الوزارية قطعة قطعة، وحسب لو يجي نص أدبي لو علمي. وتكون هناك عدة أسئلة على هذه القطعة، وتشمل أسئلة بأدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام اللي نقصد بين الـ WH، الـ What، الـ Where، الـ How Many، الـ How Much، الـ Who، الـ Who's، هاي كلها الـ WH. أو أسئلة تتضمن صح وخطأ، واضح؟ ولحل هذه الأسئلة تقوم بقراءة القطعة مرة أو مرتان، وتترجم أكبر عدد من العبارات أو الكلمات. شكو قطعة تقراها مرة مرتين، وشكو كلمة عندك تترجم، تحفظ الكلمات، واضح، الموجودة، حاول تترجم أكبر عدد من الكلمات حتى تعرف هاي القطعة عليش تدور، شنو هو موضوعها، حتى من يجيك سؤال تعرف الجواب. لتتمكن من فهم القطعة تساعد على الإجابة على هذه الأسئلة، وتقسم الأسئلة لعدة أقسام. أولا السؤال الذي يبدأ بالأفعال المساعدة، اللي هي الأفعال المساعدة الدو والداز والديد والإز والآر ووز وير كان كود هاف هاز هاد وول ويد شول، هاي كلها أفعال مساعدة. إذا شفت سؤال بادي بهاي الأفعال المساعدة، إذا شوف سؤال بادي بالأفعال المساعدة، بذن الأفعال المساعدة، هو الجواب مالته يا أما نو يا أما يس. يعني لو تقول يس لو تقول نو، هاي شو وقت من تقرا القطعه وتشوف هذا السؤال اللي سالناه هو يتحمل يس لو نو. مثلا داز سارة جو تو ذا مول، مثلا انت بالقطعه اللي جيت سارة هي راحت للمول، جاي اسالك سارة ذهبت الى المول، صح تقول يس شي داز، انت راح تكتب بالاسئله الوزاريه فقط تقول يس، فقط تقول هاي يس. واذا هي ما رايحه يقول لك سارة، يعني بالقطعه انت اللي قاعده سارة هي ما رايحه للمول، شو تقول؟ تقول نو، هذا No she doesn't، أو تقول no فقط تكتفي. ثانيا was doctor in the hospital، الدكتور هو بالمستشفى، إذا كان في المستشفى بالقطعة أنت اللي قرأته تقول yes، وإذا ما موجود بالمستشفى تقول no، وهكذا. أما السؤال الذي يحتوي على or، يعني جاي خيرك تريد شاي لو تريد قهوة، فأنت شراع هناك بالقطعة الخارجية هو سائلك قالت شاي لو قهوه مثلا، قال لا اريد قهوه، فانت راح تقول قهوه، واضح؟ مثلا سؤال did the old man sit on the seat or Mr. Brown، بالقطعه الخارج يعني بالقطعه الخارجيه يقول لك من الذي جلس على الكرسي، الرجل الكبير، يقول لك هل الرجل الكبير بالعمر sit on the seat على الكرسي اور مستر براون، هو بالقطعة كان مستر ذا اولد مان، فانت ايش راح تجاوب؟ راح تقول ذا اولد مان، هو اللي موجود بالقطعة اللي هو جلس على الكرسي، راح تجاوبه خيره اولد مان لو مستر براون، لا راح هو انت تعرفه ذا اولد مان. واز ليندا ا دكتور اور هير برادر، يقول جاي يسالك هل ليندا هي الدكتور لو هير برادر لو اخوها، انت تعرف هو اخوها الدكتور، راح تقول هير برادر، واضح؟ هذا السؤال. ثانيا الوين الواي الوتش الهوم الهوز الهو الهومن الهو ماتش هاو لونج هاو فار هاو اوفن، ها كلها تعتبر دبليو اتش، راح نجي نقسمها بالتفصيل. اولا الهو تستخدم للسؤال عن العاقل، يعني يقول لك احمد ذهب الى المول، راح يسالك من الذي ذهب الى المول، راح تقول احمد. مثلا سؤال هو داز درايف ذا كار، بالقطعه انت عندك بالقطعه مثلا منى واحمد وعلي، فتقول مثلا منى كانت تقود السياره، راح يسالك
هنا عندنا علي وعندنا منى وعندنا سارة مثلا، فراح يقول لك هو داز درايف ذا كار، من الذي كان يقود السيارة؟ الذي كان يقود عندنا ثلاث أسماء، علي ومنى وسارة، اللي كان يقود هو منى، واضح؟ فإذا الهو للسؤال عن العاقل شخص. ثانيا وات تستخدم للسؤال عن الفاعل غير العاقل، يعني شيء غير عاقل مو فاعل عاقل. مثلا بالقطعة عندك what was the name of the dog، واضح؟ ما هو اسم عندك بالقطعة مثلا dog، وعندك مثلا حيوانات elephant، وعندك مثلا بالقطعة horse، جاي يسألك ما هو اسم الكلب اللي كان بالقطعة، فاسم الكلب اللي كان بالقطعة قصة طبعا موجودة اسمه صوفيا، واضح؟ فتقول صوفيا. تسأل عن شخص غير عاقل أو شيء غير عاقل، مثلا What did the doctor buy؟ ماذا الدكتور اشترى؟ عندك بالقطعة الدكتور مثلا اشترى سيارة، واضح؟ راح تقول تسأل عن شيء، راح تقول he bought a car a new car، انت راح تقول car a new car، ماكو داعي تكتبها مني. What is Zaid invitation؟ ماذا يعني دعا يعني invitation، واضح؟ سوري invention مو دعوة، invention يعني اختراع، invention يقول لك زيد شو اخترع؟ يسألك واط عن شيء غير عاقل، فراح تقول له the kitty يعني طائرة ورقية. الوير ثالثا الوير تستخدم السؤال عن المكان، مثلا يقول لك علي ذهب إلى البصرة، منى راحت للبصرة، راحت لبيروت، راحت لاي، فراح يسألك بالقطعة where was the train، راح يقول لك مثل مكان الترين، سوري ترين القطار، القطار وين مكانه؟ طبعا بالمحطة، تقول it was in the station في المحطة، جاي يسألك عن مكان. مثلا يقول لك احمد ذهب للمول، يقول لك وير از احمد جو، وين راح احمد؟ راح تقول له ذا مول مكان. سؤال ثاني وير ديد زهراء جو لاست ويك، الاسبوع الماضي عندك بالقطعه مثلا زهراء او ذهبت الى البصره، صح تقول تو بصره فقط هاي، او تقول بصره بيروت العراق ايش ما تقول. الرابع الوين، الوين تستخدم للزمان متى عن وقت، واضح؟ When did the teacher go to school، المدرس وقت يروح المدرسة مثلا، يسألك عن وقت يعني عن يوم، تقول last Sunday، واضح؟ Went to school last Sunday، واضح؟ آخر يعني آخر أيام الأسبوع هو كان Sunday راح. الويتش السؤال هاي ما تقليف تجيكم أو ناخذ احنا مو مشكلة. الويتش تستخدم للشيء الذي يشمل عدة أشياء، مثل which finger did the doctor put in the mouth، finger هنا يقصد يعني أصبع، أصابع مال يد، يقول لك يا هو الأصبع اللي خلاه الدكتور يعني in mouth في الفم، فأنت راح تقول مثلا the first finger الأصبع الأول، أو مثلا نقول الأصبع الثاني مثلا. يسألك عن شيء. Why للسؤال عن السبب، مثلا Why did the title girl go to the shop، يقول لك يسألك ليش الفتاة little girl الفتاة الصغيرة تذهب إلى المحل للتسوق للشوب، ليش تروح؟ تقول شنو السبب؟ تقول buy clothes لتشتري مثلا ملابس، buy car لتشتري سيارة، ليش الهم والهوز والهاو، الهاو هي مهمة، هذا نهمين تقرأها عندك العاش نهمين كلها أدوات السؤال موجودات تقرأها. ثالثا السؤال الذي يكون الإجابة عليه true or false، هذا السؤال فرع بي، انت مو عندك السؤال القطع الخارجية، عندك صفاز مدار سفر from high blood pressure، يقول لك أم مصطفى يتعاني من سكر ضغط الدم، blood pressure ضغط الدم، من ارتفاع ضغط الدم، ترو ار فورس، هي مثلا بالقطعة ما كانت تعاني من ضغط الدم، مثل دايبتيز كانت تعاني من السكر، واضح؟ فهي هنا كاتب لك ام مصطفى كانت تعاني من ضغط الدم، اذا خطا، راح اقول فورس.
السؤال الرابع يعني ويكون على شكل اختيارات، يا اما اي يا اما بي، يعني خيره. واضح اللي هنا هاي شرح القطعه الخارجيه شلون تجاوب على كالاتي. انتبه جايين يا شباب، راح افتح الاسئله وزاي ات ذا فاير ستيشن ات 6 AM. يقول لك البارحه اي ارايفد ات ذا فيرست فاير ستيشن، وصلت الى محطه الاطفاء الساعه 6 صباحا. اي تشيكت يعني انا فحصت everything as usually، كالعادة أنا من أجي أفتح المحطة أشيك الأدوات، السيارة، مارج الأطفاء. Our first call، أول اتصال at 8 o'clock. احترقوا ناس، احترقوا وجاء اتصال الساعة 8 احترقنا. واضح؟ ثانية we were called to an accident on the ring road. نحن اتصلنا accident، هناك اكو حادث. on the ring road واضح يعني ring road يعني في الطريق الحلقي، يعني شلون اكو هسه مدينه ودائر ما دائرها اكو شارع، فصار حادث. the police helped us، الشرطه طبعا ساعدونا. to get there fast، طبعا البوليس فسحوا المجال وحتى احنا نعبر نروح بسرعه للمكان الحريق. وان كار، احد السيارات واز اون فاير، واحده من السيارات كانت محترقه. اند انذر كار واز ابسايد داون اون ذا رود، والسياره الاخرى كانت على الجانب الاخر. فورتشنتلي، لحسن الحظ، ذا سايد اوف ذا رود، السياره كان واقف stand by the side of the road، بجانب الطريق. however على كل حال، however the driver، السائق يعني اللي يسوق السيارة، of the other car، اللي بالسيارة الأخرى، trapped، حوصر يعني موجود بالسيارة، trapped يعني حوصر ما قدر يطلع. we put out، put out احنا جايين شنو put out؟ put هو يضع، لكن put out نحن أطفأنا، جينا طفينا. the fire quickly، احنا طفيناها ذا فاير كويك، النار طفيناها بسرعه. اند جود ذا سكند درايفر اوت، والسائق الثاني سكند درايفر طلع من السياره. هي واز بادلي انجرد، هو كان يعني مجرح جروح يعني عميقه يعني حيل متاذي. ذن ات ذا سيم نايت، وفي نفس الليله، وي وير كولد ات 12 o'clock، في نفس الليلة احنا بثمانية اجانا اتصال، احنا طفينا السيارات وكذا. واضح؟ نفس الليلة because there was fire in big mall، وهناك حريق في مول كبير. in the middle of city، في منتصف المدينة. middle منتصف، city مدينة. when we got there، عندما وصلنا هناك لاي، the fire was burning strongly، يعني كانت النار يعني تحرق كل شيء بقوة، يعني محترقة الأمة العربية كلها. the heat was terrible، يعني الحرارة كانت يعني فظيعة ما نقدر نتقرب لها. and some people were trapped inside، وبعض الناس trapped يعني حوصروا inside بالداخل، داخل المول. we put out، نحن طفينا the fire now، and we go into the building and save، طبينا بداخل البناية في المول، and save all the people، وانقذنا جميع الناس. but some people had to go the hospital، وبعض الناس اللي موجودون راحوا للمستشفى ودوهم. ماشي. at the end، وبالنهاية، the day I was tired and upset about the accident، وكان اليوم متعب جدا، انا تعبت والحمد لله. يعني المهم عليها not now answer 5 questions، عندك 6 أسئلة تجاوب واحد. عند السؤال الاول when did the firefighters arrive at the fire station، لا يسألك عن مكان وقت، سوري الفاير فايتر ايش وقت arrive يوصل الى المحطة. احنا ايش قلنا arrive
راح اقول arrive at fire station الساعة 6. ايش راح تكتب انت؟ راح تكتب الساعة 6 وتحصل عليها درجتين. سؤال الثاني, what happened to the two cars, السيارتين؟ ايش حدثن؟ وات يسألك عن شيء غير عاقل, شنو اللي حدث؟ happened to the two cars, طبعا احترقن. One car was fire, another was, يعني واحدة محترقة, واضح. One car was on fire, another car was upside, يعني upside of the road, واحدة محترقة وواحدة لا ما محترقة, واضح. اللي هن مسويات حادث, اللي هو هذا accident, واحدة احترقت وواحدة لا بجانب الطريق. ثلاثة, was the driver of the burning car injured badly. هنا جاي يسألك سؤال, والسؤال بالwas, جاي يسألك سائق السيارة بيورينج احترق injured badly, يعني كانت جروح مالته سيئة جدا, ايش راح تقول؟ yes or no؟ راح تقول yes. الرابع, who helped the fire, who helped, من الذي ساعده, فاير فايتر رجل الاطفاء, to go to the place of the fire accident, من اللي ساعد فسح الطريق حتى الفاير ستيشن يروحون لمكان الحادث؟ شيء اكيد ذا بوليس, اللي هو هذا وينه, هذا السؤال, ذا بوليس, ذا بوليس هيلب اس تو جيت فاست, واضح. سؤال الخامس, died in the two accident true or false, يقول لك now, يقول لك nobody, يقول لك لا واحد, لا اي احد, لا اي شخص, body يقول لك nobody يعني ماكو اي واحد, died مات in the two accident, يقول لك الحادثين الحريقين اللي صارن ماكو واحد مات, true or false, طبعا true, ماكو ما عندنا حالة, بس انا اقول لك مصابين. سؤال السادس, نقطة ستة, some people were trapped in the burning mall, بعض الناس حصروا في حريق المول, اي صحيح, but all them were saved, لكن الجميع هم انقذوهم, true or false, اي صحيح, هم حصروا بالمول وانقذوهم, true or false, اقول true. The writer was happy, الكاتب اللي كتب هاي القصة كان سعيد and relaxed ومرتاح at the end of that day, يقول لك اللي كتب هاي القصة اللي هو الفاير فايتر رجل الأطفاء, يقول لك كان سعيد ومرتاح كل اليوم, true or false, طبعا خطأ, خطأ ليش؟ لأنه إيش قال بالأخير, وينه بالأخير, قال at the day I was tired, أنا كنت متعب, واضح؟ إذن خطأ. لهنا اوكي, نجي على البي اللي هو عباره عن صح وخطا, سوري هاي ما جايبينه, سنه 2017 جابوا فقط فرع اي, واضح, والبي جابوا نصوص الكتاب البانثر ولوسي والغزال, واضح. هذا نجي على القطعه الثانيه الوزاريه 2017, يمكن همين اي 2017 دور ثاني احتمال, راح نجي نقراها. Once an English family, أحد English family, أحد العوائل الإنجليزية, was living in China, وين يعيشون؟ Living in China, عائلة أجنبية إنجليزية أمريكية أو بريطانية أو كندية, كانوا يعيشون بالصين, واضح. One evening, أحد الليالي, important Chinese يعني للصينيين, officer visited them, فضابط زارهم, يوم من الليالي الصينية اكو ضابط اجى عليهم زارهم بالليل. It came later and later and he still did not go, هو كان يعني هو it came جاء later متأخر and later يعني حيل اجى متأخر بالليل, يعني شلون واحد رايح عليهم راح لهم مثلا الساعة 12 متأخر بالليل وقعد وظل يسولف
وما ذهب. المهم so his hostess لذلك المضيفين مالته يعني هذول العائلة اللي يعني hostess المضيف اللي جاي عليهم اللي يضيفونه had to invite him to have dinner with them. قال له دعاء بوجبة عشاء قال له تعال تعشى ويانا. But she had very little food. لكن هي اللي أم البيت كانت عندها طعام قليل. Little food in the house في البيت. So she quickly went to the kitchen. وبسرعة هي وين راحت؟ إلى المطبخ. To speak to her Chinese cook. راحت لتتكلم مع الطباخ الصيني. الظاهر عندهم طباخ هناك بالبيت صيني يطبخ لهم. He said قالت له it is all right هذا اوكي. When they sat down to eat جلسوا كلهم عندما قعدوا وقت العشاء يعني وين قعدوا ياكلون to eat the hostess المضيفة was surprised يعني هاي اللي ام البيت اللي كانت مضيف هذا كانت متفاجئة surprise because there was a lot of good food هناك الكثير من الطعام on the table على المنضدة منينجة. After the dinner she ran the chicken بعد ما كملوا العشاء ركضت أو راحت هنا جاية ران راحت إلى الكيتشن مطبخ to ask the cook تسأل الطباخ اللي طبخ how he كيف هو had made such as good meal تسأل شلون أنت سويت هاي الوجبة الجيدة In very short time, في وقت قصير, he said, I didn't make. قال أنا ما طبخت. أنا ما سويت كل شيء. It, madame, إنها المدام. I sent one of the servants to the Chinese officers. قال له أنا رسلت يعني خدمة, شلون نقول خدمة توصيل, الخادمة. To the Chinese officer, يعني راسل الخادمة مالته إلى houses إلى بيت الضابط الصيني اللي يقول مثلاً إذا زدت البيت الضابط الصيني officer قال أنا هاد براوت باك the Chinese officer dinner وجايبين الأكل من بيت الضابط ودايرينه إله هاي زينة المهم يعني صايرين لوتيين لاعبينه راح نجي عليها أسئلة طبعاً ال A وال B أذن ثلاثة الأسئلة على القطع الخارجية راح نجي now five answer عندنا أسئلة خمسة ستة جاوب خمسة did one يعني the English يعني one هنا كاتبينها رقم واحد رقم وهنا إيش كاتبيها wants يعني عائلة إنجليزية half much food in their house كان عندهم طعام كثير بالبيت بعضهم هاي الإجابة لو يسلونه العائلة الإنجليزية كان عندهم أكل هواي ما كان عندهم صح أقول no ما كان عندهم When did the Chinese officer visit the English family متى يقول لك الضابط الصيني زار العائلة ساعد قل له visited them it came later and later متأخر later and later أو تقول هنا الجواب الأصح one evening an important Chinese visited them يقول one evening important Chinese كلش هذا الجواب إذن هاي أربع درجات where was the English family living يقول لك وين يعيشون العائلة الإنجليزية وين تعيش واضح وين قلنا نعيش in China مكان in China بالصين هاي ست درجات الرابعة هنا كاتبينها why was the hottest surprise يقول لك المضيفة يعني اللي أهل العائلة الإنجليزية المضيفين ليش تفاجأوا صح تقول وين السربرايز هاي the hostess was surprised ليش surprised يقول because There was a lot of good. لأن كان هناك طعام كثير on the table على المنضدة. راح نجي.
خمسة. Why did the hostess run to the kitchen after dinner؟ يقول لك المضيف بعد ما كملوا العشاء، واضح؟ ليش راح يركض إلى المطبخ؟ She ran، اللي هي هذه، She ran to the kitchen to ask the how he had made such a good meal in very short time. يسأل شلون أنت سويت أكل بوقت سريع. طلع هو رايح داز على الخادم مالت الضابط الصيني وجاب الأكل مالتهم. المهم خامسة، Who brought back the Chinese officer dinners؟ Who brought هنا من الذي جلبه؟ باق يعني جاب الأكل، the Chinese officer dinners اللي جاب يعني شلون الأكل من البيت الصيني، الضابط الصيني منو؟ اللي هو servants الخادم. He sent one the servants أحد الخدمة to Chinese officer. He brought back Chinese dinner. واضح؟ شو راح تقول؟ أي أنا موجود. Sent تقول تيجي تقول the servants. واضح؟ تقول one of the servants أحد الخدمة. السادس، Why did the hostess run؟ أي قريناها مو؟ قريناها أي أبغى عليها. عندك ال هذا اللي دائما يجي والواي السبب. هسا شوفون بالأسئلة الوزارية هسا من جاي تكرر الوين والوير والهو والواي، إن هذا اللي ماكو غيرها. الكلمات مثلا فادر وين وصلنا؟ وصلنا إلى سؤال الأول هو فرع بي اللي هو هذا. The English family invited the Chinese officer to come their house in the evening. يقول لك هل العائلة الإنجليزية invented دعت، هي سوت دعوة إلى الضابط الصيني أن يأتي إلى بيتهم؟ لا خطأ، مو هم دعاء، هو إجا تالي الليل. إذا أقول true false. ثانيا، The hostess المضيفة يعني المضيفين اللي بالبيت was very shy جدا خجلاني because the dinner was bad لأن كان الطعام جدا سيء. لا وما كانوا خجلاني لأن الطعام كان جيد. إذا أقول false. ثلاثة، ويا جاي تتابعون بنات شباب. نعم أستاذ. The Chinese officer الضابط الصيني had the dinner with the English family that night. هل الضابط الصيني تناول العشاء مع العائلة الصينية مع العائلة الإنجليزية تلك الليلة؟ إيه صح true، إيه تناوله بس ما يدري هو الأكل مالتهم جايبينه من البيت. المهم true. رابع، the hostess المضيفين اللي يعني هذول ask the cook سألوا يعني الطباخ to go طلبت قالت له to go and bring the dinner from the officer house. أهل البيت المضيفين قالوا للطباخ قال له روح للبيت الضابط الصيني روح جيب لنا الأكل مالته. true or false؟ لا false، هم ما قالوا له، هم سألوه أنت منين جبت الأكل؟ هذا إذا أقول false. خامسة، the Chinese cook didn't make that good dinner. يقول لك الطباخ الصيني اللي موجود اللي يمه لم يفعل ذلك الطعام الجيد. اي صحيح هو ما طبخه، اذا انا اقول ترو، هو ما طبخه، هو راح جابه من البيت الصيني. اذا ترو صح. The cook boat يعني boat يعني جاي من برينك يعني جلبه هاي الماضي dinner from Chinese officer house. true or false؟ اي صحيح. هاي تحصل عليها 15. نروح على 2017 يمكن همين همين 2017 همين قطعة خارجية. On last Saturday يقول لك يعني في السبت Saturday السبت الماضي ليث هذا ليث and Samir got up early and had breakfast. تعرفونه Saturday وليث وسمير got early مبكرين had breakfast يعني السبت الماضي
ليث وسمير استيقظوا مبكرين وتناولوا الفطور مالهم يعني الريوق. Then they put on, put on هنا put out اللي أخذناها يطفى، لكن put on هاي هنا يرتدي، يرتدي يعني يلبس. Their helmets، helmets يعني الخوذة، القبعة هاي اللي يلبسونها للدراجات. And went to the بغدادي ميوزيوم، وين راحوا؟ الى المتحف البغدادي، ميوزيوم متحف بغدادي، المتحف البغدادي. By their bicycles، بينما هم سايكلز يعني كانوا يعني شلون هذا اللي يقود الباسكل يعني شلون درايفر يقود السياره، سايكل يعني يقود باسكل. They saw a big car near a corner، هم شافوا كار، بيك كار سياره كبيره. near corner يعني كورنر يعني شلون نقول بالفلكه بالزاويه. then a lorry، لوري تعرفونه، turned the corner very fast، واجا لوري اكو سياره كبيره يعني بال يعني بقرب واقف يعني مثلا نقول بصف الكورنر از الفلكه او الزاويه، واجا لوري، لوري turned يعني استدار the corner very fast، اجا بسرعته ودياور. look out، انظر، هاي واحد يقول سيد ليث، ليث ايش قال، ايش قال سامر؟ قال لوك اوت، قال باوع باوع يعني شوف 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 الصراحه ايش صار يصير هيك. سادلي فجاه سمير فيل اوف هيز بايسيكل، سمير فجاه فيل يعني وقع، فيل اوف وقع يعني شلون انقلب هيز بايسيكل. ذا درايفر السائق stopped، يمكن أبو اللوري اللي استدار أوقف السيارة. سمير was unconsciousness يعني سمير فقط فقط شوية ركز شغل دماغك شوي زين تعرف الإجابة تحصل عليها 15 حرامات والله يجون هيش مرات كاتبين حصل 10 8 يعني مو إلا صح. المهم كمل. after short time، short time بعد وقت قصير، the police arrived، الشرطة arrived وصلوا. and then an ambulance came، الشرطة وصلت وبعدها اجت سيارة الاسعاف، ambulance، ambulance احفظوها سيارة الاسعاف 24 ساعة تطوط بالشوارع. came to the place، جاءوا الى المكان of accident الى الحادث. and took سمير، اخذوا سمير to the hospital للحادث، واخذوا سمير الى المستشفى هوسبيتال تعرفونه. الدكتور ميد جنرال تشيك، اجى الدكتور ميك جنرال تشيك، فحصا فوق جوا ايده رجله بطنه كذا وهذا. اب تو سميرز بادي يعني جسم سمير بالكامل. اند ذا نيرسز الممرض او الممرضه لوك لوكت افتر هيم، راح الدكتور وجدت الممرضة أو نيرسز ممرضة يعني يقصد بها نيرس ممرض اعتنت بيه. when سمير ويك اب in the hospital، عندما استيقظ، استيقظ سمير بالمستشفى عافية. on the next day، طلع هنا unconsciousness يعني فقد الوعي، هذا هنا المفروض يجيبوها consciousness هنا تعجب منطيق جاي يقول لك سمير was unconscious يعني غير فاقد الوعي، لا هو طلع فاقد الوعي ماشي. المهم حصة بالمستشفى باليوم التالي استيقظ سمير صحى على نفسه. the doctor asked him some question، الدكتور سأله بعض الأسئلة. then the doctor said، ثم قال الدكتور له You are lucky، أنت محظوظ. Your helmet saved you. Your helmet، إيش قلنا helmet؟ الخوذة. Your helmet، الخوذة مالتك saved you، هي اللي أنقذتك. أنقذتك. عافية. It protect، protect يعني حمت. Your head، حمت رأسك. حمت رأسك. هاي راح نجعل أسئلة. How was Samir carried to the hospital؟ شلون سمير يقول لك هناي هاو كيفه، سامع يقول لك هاو ار يو شلونك، فكيف سمير كريت
حمله او نقله الى المستشفى، شلون ودوه؟ باي امبولانس، ان امبولانس، واضح؟ بالاسعاف. زين، وات هابن تو سمير نير ذا كورنر؟ ايش حدث؟ وات ايش صار الحدث؟ ايش تقول؟ تقول سمير اللي هي هذه، هذه ساد اللي سمير فل اوف هيز بايسيكل، صف يعني وقع صف الكورنر. هو كولد فور ذا شنو كورنر؟ يعني هي كورنر يعني شلون نقول فلكه، تقاطع، زاويه، واضح؟ هاي نقصد بيها. نعم واضح. واضح؟ يعني بالقرب من الكورنر. راح نجي الثالثة، who called، من الذي اتصل for the ambulance and then police and the... من الذي اتصل بالشرطة؟ راح نجي هنا وين الفوند حقنا، the driver، هذه the driver phoned، اتصل on ambulance and the police. السائق. اي السائق، تريد يقولون the driver فقط، هاي هي the driver. استاذ ليش يقولون انه ما يصير تجاوب اذا انت فاهم ما تجاوب من عندك الا نفس القطعه يعني الا سطر كامل؟ اذا انت فهمتها وتعرفين ذا درايفر اللي ها ماكو عادي تقولين ذا درايفر، واضح؟ هو اللي تسوي جاي يسالك من الذي اتصله، هو ذا درايفر. تيجي تكملين ذا درايفر فون فور عادي كملي ماكو اي اشكال. تريدين تقولين ذا درايفر كلش كافي، هاي اجابه وافيه وكافي. الرابع، where were سمير and ليث going on Saturday؟ مكان سمير وليث وين يريدون يروحون؟ ايش قلنا؟ بغدادي ميوزيوم، الى المتحف البغدادي، هنا اللي هم went ذهبوا to بغدادي ميوزيوم. وين وصلنا؟ الى الخامس، What were they wearing when they rode their bicycle؟ What ماذا were they wearing؟ Wearing يعني ارتدوا، إيش لبسوا؟ When they rode عندما يعني هم قادوا، رود يعني ركبوا، their bicycle جاي من ride يركب، هاي الأصير عاد بالمضارع. رود اللي هو إيش لبسوا؟ اقول هلمت، واضح؟ هلمت، خوذة، الخوذة، القبعة. جيد، واي واز سمير لكي؟ سمير ليش محظوظ؟ ليش قال للدكتور ايش قال له؟ يو ار لكي. ليش قال له لكي؟ يور هلمت سيفد يو، عافية، لان هو الهلمت او تقول بروتكت يور هيد الهلمت. نجعل B، سمير saved in the hospital unconsciousness for a week، هل سمير stayed بقى في المستشفى فاقد الوعي لمدة أسبوع؟ خطأ، أو ثاني يوم استيقظ. إذن false. دكتور examined هنا إيش جاية؟ جاية check يعني فحص مو امتحان، examined يعني الدكتور فحص سميرز بادي in the hospital. true or false؟ اي صحيح، الدكتور فحص سمير بالمستشفى. سمير was unconsciousness because he was wearing a helmet. سمير يعني كان فاقد الوعي لانه كان يرتدي الخوذة. لا هو فقد الوعي من الخوذة، لا مو من الخوذة، هو فقد الوعي لأن انقلب بالدراجة وفقد الوعي. إذن فورس، خطأ، هي الخوذة طبعا حمته. The driver was helped، السائق ساعده، and called for the ambulance and police، يساعدهم. true or false؟ اي صحيح، هو السائق ها جابوه سؤال وجابوا true. ليث and سمير didn't arrive بغداد ميوزيوم because of the accident. شنو؟ فالز. شلون فالز؟ Before I moved to University Hall، قبل انتقالي إلى
يعني قاعة الجامعة، يقصد بيها يعني السكن مال الجامعة، شلون اكو اقسام داخلية ايش يقصد بيها. وانتقل. I couldn't go out to see Baghdad. انا لم اتمكن من الذهاب خارج لارى بغداد. At that night, في تلك الليلة. Because I was very tired. انا جدا تعبان. The next day I wake up early. استيقظت مبكرا. And after I had eaten my breakfast. بعد ما تناولت الفطور مالت الريوت. I decided to go and see the people at the university. قررت اذهب and see وراء الناس at the university بالجامعة. راح. In the garage, بالجراج, I asked a man to show me the way to the university. رايح الجراج العلاوي مدور رايح المهم. وسائل واحد قال له دليني السيارات اللي يروح للجامعة يا هي طريق. Then I took a fire post. زين انت مو اخذ التاكسي؟ مو هو قال اخذ التاكسي؟ اه لا اخذ تاكسي للفندق. هاي ثاني يوم. المهم. Then I took the first bus. طبعا هاي القطعة انا ما قاريها للامانة. هاي اول مرة جهة اقراها. Then I took the first bus. واخذت اول باص، اول كية مثل ما يقول. اول هاي الامانات الحمراء. After one hour بعد ساعة. The bus came to the last stop. وينك؟ يعني منين جاي انت؟ من البياع. المهم. فالباص جاء the last stop يعني آخر محطة. But the university was not there. لكن الجامعة ما كانت هناك. دور على الجامعة. I asked the bus driver about the university. سألت السائق قال وين الجامعة؟ The driver told me that the university was on the other side of the city. قال الجامعة هي بالجانب الآخر من المدينة. يعني فارة مثل هي الجامعة بالجادرية جايبة للشعب. المهم. And I had taken the wrong bus. أوه صعب بالباص الخطأ. نجي على الأسئلة. Tariq came to Baghdad too. طارق جاء البغداد too. سي رينيوز يرى المناطق المدمرة أو القديمة. استدي ميديسن لو فيزيت سم فريند. جاي يسوي البغداد تقول استدي ميديسن ادرس. ثانيا طارق couldn't get to Baghdad University because he طارق لم يستطع يعني الذهاب إلى جامعة بغداد. يعني ما وصل جامعة بغداد. ليش شو تقول؟ ليش هو ما وصل جامعة بغداد؟ شو مسوي؟ اللي هو he had taken the wrong pass. هو أخذ الباص الخطأ. لا منطقية خيارات. سوري. was very tired. couldn't catch the pass. took the wrong pass. يا اللي أخذه صح تقول. yes. took the wrong pass. هاي منطقية من خيارات. هاي سهلة. طارق arrived بغداد airport in the. طارق وصل إلى المطار in the morning, evening, afternoon. وشو كنت وصل مطار بغداد؟ نرجع 10 o'clock last night. الساعة العاشرة الليلة الماضية. هنا ايش منطينا؟ منطينا مغير يعني بالجواب بالتسميات. منطينا morning لا. afternoon مساء لا. اللي هو evening. evening بعد مساء. The journey was الرحلة كانت nice, horrible, terrible. شنيعة فظيعة لو nice لطيفة. nice. nice. طارق was from طارق كان من ليبيا.